ازاي استعد لرمضان؟ ازاي استعد ان انا اخد على الصلاة؟ يعني ممكن اكون بصلي بس ما بروحش كل الاوقات في الجامع، ازاي اخد ان انا قبل رمضان اجهز نفسي ان انا خلاص اتعود اصلي كل صلواتي في الجامع؟ ازاي امشي يومي؟ ازاي اجهز لرمضان وكده واستعد له ازاي؟ وانا بصلي دايما بحب اغمض عينيا في الصلاة، فمش عارفة هل ده حلال ولا حرام، لان انا ما بغمض بركز اكتر، لكن لما بفتح عينيا وانا بصلي في حاجات حواليا بتشغلني، حتى السجادة نفسها بتشغلني، لكن لما اغمض عينيا بركز جدا جدا في الصلاة وفي كل كلمة بقولها، وببقى فعلا عايشة جدا جدا في الصلاة. هل ده حرام؟ لو انا مثلا ما اعرفش القبلة في حتة مثلا اتعامل ازاي مثلا، وما عرفتش مثلا ممكن اصلي كده عادي ولا ما تعرفش؟ يعني ممكن الحكم دي فيها ايه، انه مقبول على النية او لا؟ اذا كان دلوقتي اللي عارفين احنا السهو في الصلاة، يعني الواحد بيبني يقينه على الاقل وبيصلي سجدتين سهو، طب الواحد لو سهي في القراءة نعمل ايه؟ يعني مثلا بدل ما اقول الفاتحة اقول سبحان ربي العظيم، بدل ما اقول سبحان ربي العظيم في الركوع قلت سبحان ربي الاعلى، يعني السهو في القراءة هل يستلزم برضه يستلزم السجود إعادة ولا يعمل ايه؟ بتمنى من الله سبحانه وتعالى انه هو يعني يفتي في حكاية حقوق الوالدين للشباب اللي طالع، ويعرفهم قيمة الأب وقيمة الأم وقيمة الأسرة، ويعني يعين ربنا سبحانه وتعالى يعينهم على عدم الاستهتار وأخذ الحياة كده بلا مبالاة. عايز أعرف إيه حكم الإبن على الأب لما الأب يزعل منه والإبن عايز يصالحه ومش عارف؟ فدي بالنسبة لنا يعني ربنا فوق الأب والأم تحت، فمحتاج اللي أنا أعرف رد ليها. معنى كلمة سهون في سورة الماعون، وعن معنى التراث، وتأكلون التراث أكلا لما في سورة الفجر.